بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولادي بناتي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم، معكم مستر سعد الفتاح. إن شاء الله النهاردة هنراجع القصة الثانية في كتاب كونكت بلس، منهج الجميل ده سنة خامسة اللي موجود عندكم بعد الوحدة الرابعة اللي هي بتاعت جوباري سيرشز فور هوم، بيدور على البيت بتاعه، من كتابنا المفضل كتاب إكسلانس بوك. وإن شاء الله أتمنى تستفيدوا منه، كونوا معانا، ركزوا معانا، وكله جاهز يفتح كتابه ويركز معايا على كتاب صفحة 191 191. القصة اسمها جوباري سيرشز فور هوم. تمام، نبدأ مع بعض. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. كالعادة المين فوكاب، دي الكلمات المهمة في القصة. يلا سريعا مارش نقراها مع بعض. من نيو يعني جديد، نيوست الأحدث، مان ميد من صنع الإنسان، أراوند ذا وورلد حول العالم، بابليوتيكا آخر استخدمها هنا، بابليوتيكا إيه؟ ألكسندرية، مكتبة الإسكندرية، بابليوتيكا أصلاً معناها مكتبة، أحط جنبها ألكسندرية بقت مكتبة الإيه؟ إسكندرية، اسمها إيه تاني؟ بابليوتيكا، سبيس، ميديترينيان سي، ميديترينيان سي، البحر المتوسط، شيب شكل، هاربور يعني ميناء بحري، فيوز مناظر أو مشاهد، ناشونال معناها قومي، ستاديوم استاد، ديزاين ها تصميم براف او تم تصميم حاجه مصممه، ارتست معناها فنان، اولمبيك جيمز الالعاب الاولمبيه، اركيتكت مهندس معماري، مهندس معماري، بيرد نست عش الايه الطائر. كمل مع بعض. هابيتاتس كيستي 7، هابيتاتس كيستي 7 ابارتمنت بيلدينج، عماره سكنيه، انكلود سوشيال ميديا، بازل ليه يضع البيض بيض، ها ساوند اند فيجن الصوت والضوء، انستيتيوت معهد، ميديا اجهزه الاعلام، تريس يعني شرفه او بلغه. نكمل مع بعضك يا اولاد. ايوه ده البيكتشر ديكشنري، القاموس المصور بتاع القصه بتاعتنا، بيدينا بعض المصطلحات اللي هتقابلنا في القصه وحاططها في جمله عشان نفهم معاني هذه المصطلحات. اكاجا تري شجره الصند، ان اكاجا تري از ا سبيشيز اوف تري، هي فصيله من الاشجار، ويتش جروز ان هوت دراي بليسز، تنمو في الاماكن الاولاد الحاره والجاف. بريف، اف يو ار بريف، لو انت شجاع ها يو ار نوت افريد، انت ما تبقاش خايف، ان دينجرس اور ديفيكالت سيتويشن، في اي موقف صعب ما تبقاش خايف منه. ماشي، نكمل مع بعضنا نشوف تانية. دافودل، دافودل زهور اسمها زهور النرجس، جميلة قوي، ار سبيشيز اوف يلو فلاورز، ها فصيلة من الزهور الصفراء، ويتش جرو فروم ها بالبس، تمام بتطلع من البالبس. هوف اهو، الهوف اهو الحافر بتاع الحيوان، رجل الحيوان ده جمعها هوفز. هوف از ذا هارد فوت اوف ان انيمال، الهارد فوت هي الحتة الصلبة في الايه؟ في قدم او في رجل الحيوان ده. For example, horses, goats, and cows have hooves. زي الحصان، زي الماعز لها الهوفز دي. أولاد، نكمل مع بعض كده يا أولاد. Nubian ibex، الوعل النوبي، ibex نوع من أنواع الماعز قبل كده. Nubian ibex is a species of goat، نوع من أنواع الإيه؟ الماعز يا أولاد، which lives in the mountain of northern Africa. في جبال شمال أفريقيا، and the middle east الشرق الإيه؟ الأوسط. Salty، مالح. معلومة كده جميلة، الأشياء المذكرة يا أولاد sweet things we taste it with the tip of our tongue، طرف اللسان، الحاجه المالحه بندوقها with the side بجانب الايه اللسان، فصولتي معناها مالح، food with a lot of salt in it tastes ها salty، طعمه ايه مالح. بعد كده هنلاقي كلمه sea grass، اعشاب بحريه، sea grass is a species of plant، نوع من انواع الايه نباتات، which grows under the sea under وتحت الايه الميه. steep منحدر مايل، صح؟ ستيب هيل، الجبل المائل ده والمنحدر ده اهو، جوز اب اور داون فيري كويكلي، يطلع فوق بسرعه ينزل تحت ايه بسرعه، ماشي، منحدر جدا، اند سو ات از ديفيكالت تو كلايم، صعب الايه التسلق. مع بعض نكمل، قريناها مره خلاص، نبدا بقى اولنا. جوباري ذا دوركاس جازيل was born in وادي الجمال، اتولد فين؟ في وادي الجمال، ركز في الحته دي. In Egypt Eastern Desert، في صحراء مصر الايه؟ الشرقيه. For the first year، لاول سنه من عمر هذا الغزال الصغير اسمه جوباري، جوباري followed his ايه؟
مزر زي اي حيوان واي حد صغير بتاع مامته. سوبيرا اسمها ايه مامته؟ سوبيرا. وعندنا جوباري ده الغزال الصغير وسوبيرا دي مامته. She showed him which plants to eat and هنا بقى تاكله and where to rest on hot days وفين يرتاح في الايام الحر. تمام نكمل مع بعضنا. جوباري was very brave كان ايه؟ شجاع. He wanted to go to everywhere عايز يروح اي ايه؟ مكان وكل مكان. He wanted to go everywhere and play with all animals ويلعب مع كل الحيوانات. However, Subira taught him which animals were dangerous. مامته علمته انهي هي الحيوانات الخطيرة and how to stay away وازاي يفضل بعيد عن البريديتورز. كلمة بريديتورز معناها حيوانات مفترسة. برافو. He learned to run away very quickly. اتعلم منها ازاي يجري ايه؟ بسرعة. معانا؟ ما تروحوش بعيد ركزوا معانا. One day Jubari and Subira were looking for food. هو مامته بقى بيدور على ايه؟ اكل. جوباري اسكد هيز ماذر سال مامته مام عارفين الكوميدي على الاولاد يا ماما وات از ذس بليس كولد المكان ده اسمه ايه يا ماما؟ نكبرك صوره شويه يا اولاد يلا نكبروا الصوره شويه استنى اكبرك صوره شويه عشان نشوفوها كبرت قوي كده كويسه؟ اه كده جميله صح؟ يلا انتوا شوف بقى اهو بيقول لها ايه بقى ماما وات از ذس بليس كولد المكان ده اسمه ايه يا ماما سوبيرا انسر قالت له بقى مامته ذس از كولد وادي الجمال اسمه وادي الايه الجمال تمام صح ات مينز وادي فور كاملز معناه في اللغه وادي للايه للكاملز واي دو وي ليف ان ذا وادي فور كاملز طب احنا ليه عايشين في وادي بتاع الجمال ما نعيش في وادي بتاع الغزلان شو ما غزلان اصلا جوباري سيد وي ار جازيلز احنا غزلان يا ماما ضحكت مامته ضحكت اتس اونلي ا نيم ده مجرد اسمه كده ميني انيمالز ليف هير في حيوانات كتير عايشين ايه هنا وادي الجمال از بيرفكت هو احسن شيء مناسب للايه احسن مكان مناسب يعيش فيه الايه الغزلان مع بعض نكمل ايوه جوباري سال مامته قال لها بقى ايه؟ واي؟ ليه يا ماما؟ قلت له ويل سيد هيز ماذر ذير ار سبيشال بلانتس هير في هنا نباتات من نوع خاص فيرست ذير از اور فيفورت فود اول حاجه طعامنا المفضل هنا اسمه ايه الطعام المفضل بتاعهم؟ احفظ ها ديزرت دافوديل زهور النرجس الايه الصحراويه البريه اند ذير از اولسو ذا اكاجا تري في شجره الايه؟ الصن لغذاء الحلو قوي اللي بتحبه مين؟ الغزلان Their leaves give us food and water all the year around. أوراق الأشجار دي بتدينا المية والأكل اللي عايزينه طول السنة. So we never need to drink. عشان كده الغزلان دي ما بتحتاجش تشرب إيه خالص. تحصل على المية اللي هي عايزاها من أوراق هذه الأشجار. And the acacia tree need us to. وكمان شجرة الأكاجا محتاجانا. محتاجانا في إيه؟ هنعرف. لا why do they need us? اللي بيسال هنا جوبال عايزين في ايه يا ماما؟ قالت له وي ايت زير سيدز احنا بناكل البذور ايه؟ بتاعه هذه الاشجار وبعدين اند تيك ذيم تو ا نيو بليس او نيو بليس وناخدها ونروح بها اماكن ايه؟ اخرى لما تنقل البذره من هنا لمكان اخر هيحصل ايه؟ هتطلع شجره ايه؟ جديده تمام زين مور اكاجا تريز ها ويل ايه؟ جرو عشان كده ها شجره اكاجا هتنمو تاني وتالت ورابع وعاشر في كل ايه؟ مكان متابعين؟ ما حدش يروح كده يقول لك معايا. رد قال لها ايه بقى؟ I understand انا فهمت يا ماما. But is there a place called وادي فور جازيلز؟ ما فيش بقى يا ماما مكان اسمه وادي الغزلان بتاع وادي الجمال ده؟ I don't know قالت له ايه؟ انا ما اعرفش. ده مين اللي رد هنا؟ ها جوباريز مازر برافو I am going to look for it انا هروح ادور ايه عليه يا ماما هو عارف ان في وادي غزلان ولا لا اوكي سيد قالت له ماشي اوكي روح دور but remember all the things I have taught you and come back soon خليك فاكر كل الحاجات اللي علمتها لك وارجع ها بسرعه ما تتاخرش يا
جباري. برافو يا ولد. اللي حصل بعد كده مع جباري، راح فين الجباري ده؟ جباري سايد تو جو ايست، اول حاجه قرر يروح يا اولاد شرقا. يروح فين؟ شرقا. هي واز اكسايتد، فعل مصور. سو هي ران اواي فيري كويكلي، جري ايه؟ ران فيري كويكلي بسرعه يا اولاد. سون هي سو سم نيو كاينز اوف تريز، لقى بعض الانواع الاشجار المختلفه. هي ووكد انتو ذا تريز، دخل جوه الايه؟ الشجر. اند ستوب، توقف. هيز هوفز وير اندر ذا ووتر، لقى حوافر رجليه ها في ميه، واقف في ميه. جباري وصل استعطشان شان جدا. سو هي تراي تو درينك، حاول ايه؟ يشرب. يق، ايه اللي قاله ده؟ يق يا ايه الميه دي؟ هي سيد، هو اللي قال كده ليه؟ ها ذا ووتر ووز فيري 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 سولتي، طلعت ميه يا اولاد مالحه. تمام. زين هي هيرد ا فويس، سمع صوت. سمع ايه؟ صوت. يو كانت درينك ذات ووتر، ات از سي ووتر، بيقول له انت ما تقدرش تشرب الميه دي لانها ميه بحر. تمام. مين اللي كان بيقول له بقى كده؟ هنعرف اهو. شايفين الشكل الجميل ده؟ شايف عامل ازاي؟ ده اسمه حيوان الدجونج، اسمه حيوان ايه يا اولاد؟ جوباري بقى بص كده اند سو ا بيج وايت انيمال، اهو بصوا عليه تاني، بصوا عليه تاني اهو، حيوان الابيض، شوف عامل ازاي كبير ازاي ضخم ازاي؟ اه ده عايش في البحر اصلا. هو بيقول بقى ما تقدرش تشرب الميه دي لانها ميه ايه بحر. فبص جوباري اند سو ا بيج وايت انيمال ان ذا ووتر، شاف حيوان ايه؟ ابيض كبير فين؟ في الميه. ات ووز لوكينج ات هيم، بيبص له، بيقول له اي ام دونجو، انا اسمه ايه؟ دونجو. اي ام ا دونج، ده حيوان ايه؟ الاطوم. I live here in the mangrove forest. أنا عايش هنا في غابات الإيه؟ شجر المانجروف ده. By the Red Sea. على ساحل البحر الأحمر. I am thirsty. سيد جوباري بيقول له أنا عطشان. ده مين اللي بيقول كده يا أولاد؟ جوباري بيقول لمين؟ برافو. دجل. Would you like some of my seagrass؟ تحب تاخد تاكل شوية أعشاب من الأعشاب الأرهابية بتاعتي؟ مين اللي بيعزم عليه بقى كده؟ الدجل. برافو، اللي هو مين؟ دونج. جوباري ترايز ذا سيجراس، جربوا ده وكده. سيد دونج، جربوا قال ايه بقى؟ But it was very salty، لا برضه يا اولاد حادق مالح. Thank you he said، شكرا. But the mangrove forest is too salty for me، شجر المانجروف والغابات دي مالحه جدا ما اقدرش اعيش ايه فيها. Do you know where I can find the wadi for gazelles؟ ما تعرفش يا دونجا الاقي وادي الغزلان ده فين؟ قال له I'm sorry said دونج I don't know، انا مش عارف تلاقيه فين بصراحه، روح دور. يعمل ايه عمنا جباري؟ اهو شوف شكله جميل ازاي، غزلان جميله جدا. جباري ران نورس، بعد ما مشي شرقا مشي ايه؟ شمال. هي ران اند ران، قعد يجري ويجري ويجري لحد ما كيم تو ا بليس وير ذا جراوند ووز وايت اند فيري سوفت، لقى الارض بيضاء وناعمه. هي ووكد سلولي، مشي ايه بقى؟ بالراحه. ليه مشي بالراحه؟ اه هنعرف اهو ليه. هيز هوفز وير جوينج انتو ذا جراوند، لقى رجليه او حوافره ها بتخش في الايه؟ في الرمله. ها زين هي هيرد ا فويس، سمع صوت. بليز دونت ووك هير، لو سمحت ما تمشيش في الحته دي. ماي اكز ار ان ذا ساند، البيض بتاع عندك في الرمل، اللي بيض في الرمل ده مين اللي بيض؟ تيرتل. برافو، برافو يا ولد، برافو يا توت. جوباري لوكت، بص كده لقى براون تيرتل سلحفاة اهو، شوف شكلها قبل ما تطلع صح شويه اهو، جميله الله مش كده. شاف بقى لقى براون تيرتل سلحفاة لونها يا اولاد بني. I'm sorry said جوباري what is this place، ايه المكان ده؟ بيسالها انا اسف معلش، ايه المكان اللي احنا فيه ده؟ It's my home، قالت له ده ايه؟ بيتي. سيد ميلا رد هنا سلحفاة، راس هانكارو بيتش، شاطئ اسمه شاطئ راس هانكارو، راس ايه يا اولاد؟ انكورا. اتس فيري نايس، اتس فيري نايس سيد جوباري، جميل جدا. اتس نوت ا جود بليس فور جازيلز، خلاص هانكوراب ده مكان حلو قوي بس مش مناسب للاولاد للغزلان. وي كانت ران فاست هير، ما نقدرش نجري بسرعه هنا لان في رمله كتير. كوز ذا ساند از تو ايه؟ سوفت، الرمله ايه؟ ناعمه، ما بتخليش الحاجه تقدر تجري بسرعه هنا. زهق جباري، قال لك والله اروح ناحيه الايه بقى؟ الساوث، جنوب. جباري ديسايدد تو جو يا اولاد ساوث. هي ران اند ران، قاعد يجري وايه؟ ويجري. هي كيم تو سام ماونتين، لقى جبال.
I might see the wadi of gazelles. هنا بقى ممكن نلاقي وادي الايه؟ الغزلان اللي هو عمال يدور عليه ده. من الطب من القمة بتاعت الجبل. He thought Jubal climbed the biggest mountain. طلع أكبر جبل. وبعدين it was very steep. كان مايل جدا منحدر جدا. فطلع بصعوبة قوي. His legs became very tired. اللي وجعته جدا من طلوع الايه؟ الجبل ده. هيقابل ايه في الجبل بقى؟ طلع جبالي على الجبل وبعد ما جه وعيته اهو شوف طلع ازاي تعبان ازاي وجع ازاي اهي يا سلام. He saw an animal شاف حيوان اسمه نوبيان ايبكس. نوبيان ايبكس اللي هو الايه بقى؟ الوعل النوبي او نوع الوعل ايه الماعز زي ما قلت لكم. جبالي سيد هلو هاف يو بين تو ذا توب اوف ذيس ماونتين. هل انت عمرك طلعت قمه الجبل ده؟ رد الوعل النوبي او المعز قالت له ايه؟ يس سيد ذا ايبكس This is ها جبل علب اسمه ايه بقى؟ جبل ايه؟ علب. It's my home ده بيتي. انت ايه اللي جابك هنا؟ It's too steep for my legs ده متعب جدا مايل جدا تعب رجليا وانا ايه؟ وانا طالع على الايه؟ على الجبل. حلو كده؟ سيد جبالي Can you see the wadi of the gazelles؟ ما انت شايف هنا وادي الوادي الغزلان من هنا من القمه بتاعت الجبل فورمز توب من فوق كده. I don't know that place انا ما اعرفش الايه؟ المكان ده. مين اللي بيرد هنا؟ ايبكس تمام. But I can see a very big lake to the west. شايف على على ايه بقى؟ ها الغرب في قدامه بحيره كبيره قوي تروح تلاقيه هناك ولا حاجه. هيمشي عمنا مين؟ جباري يروح يدور في الليك دي فيها ايه؟ ها thought I have gone east رحت ايه؟ شرق بعدين رحت ايه؟ جنوبا ورحت ايه؟ شمالا. ما فاضلش غير ان اروح ايه؟ ويست يعني ايه؟ ها غربا نورث ساوث ايست ايه ويست. He ran and ran قعد يجري بعد فترة طويلة قوي. He came to a very big lake. Came to وصل عند بحيرة ايه كبيرة. What is this place? ايه المكان ده؟ ده مين اللي بيسأل هنا؟ جبالي. This is Lake ناصر. Said a voice. لقى صوت بيرد عليه قال له دول اسمها بحيرة ها ناصر. مين الصوت ده؟ It is a man made lake. دي عبارة عن بحيرة من صنع الإنسان. يعني الإنسان اللي عاملها. يعني المصريين اللي عاملينها. The people made it. الناس عاملينها هنا because they needed ايه؟ water عشان نحافظ على المياه بتاعتنا. It's an important resource for them. المياه دي حاجه ايه؟ موارد مهم جدا بالنسبه لايه؟ لكل الناس. But delicious gazelles الغزلان اللي زيه كده do not need water to drink. ما بيحتاجوش ميه يشربوها. ليه يا اولاد؟ لانهم بيتغذوا على اشجار الايه؟ الاكاجا. اللي وراها بيديهم ميه وكمان الدافودلز برافو النرجس اللي بتوفر لهم ميه طول الايه؟ الوقت. يعمل ايه بقى عمنا جباري؟ شايف المنظر ده؟ سلام شايفينه عامل ازاي؟ اه شجره اهي كانها شجره مقطوعه. ده طلع في الاخر يا اولاد برافو. مين اللي عارف؟ كروكودايل. جباري couldn't see who was speaking مش عارف سمع صوت بيرد عليه مش عارف مين عايز يشوف مين اللي بيكلمه. زين اديد تري لقى شجره ميته في الميه اتحركت. ده ما كانش شجره ميته طلع مين؟ كروكودايل هذا الايه؟ التمساح. It wasn't a tree it was an animal. What are you؟ سيد جبالي يقول له انت مين ده يا عم؟ قال له I am a crocodile انا ايه؟ تمساح. Said the animal this is my home ده بيتي and I am hungry انا ايه؟ جعان ابعد عني لاكلك. جبالي's mother taught him كان عايز ياكل مين؟ جبال عشان غزاله حلوه كده. ها جبالز مازر مامته معلمه بقى يا اولاد توت علمته نوت تو ستاي نير انيمالز ويز بيج تيس ان ما يقفش جنب اي حيوان له اسنان ايه؟ كبيره. ها ات ووز سو ها دينجرس يبقى ايه يا اولاد؟ خطيره. هي ران اند ران قعد ايه؟ يجري ويجري. شفت بيجري ازاي؟ عشان يهرب من هذا التمساح اللي ممكن ايه؟ All the way home to the وادي الجمال. رجع تاني فين وادي الايه؟ الجمال اللي هو كان سايبه وامطرت له انسب مكان للايه؟ للغزلان يعيشوا فيه وكان بيدور على وادي الغزلان. هيعيط بقى. He looked for سبيرة بص على مين؟ اه مام 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 يا ماما يا ماما جبالي ماي بريف اند كيوريوس سان انت جيت يا ابني ابن الشجاع الجميل اللي عنده حب استطلاع اللي راح عمل الجبل وجه يو ار هوم رجعت بيت اخيرا هيز ماذر سيد
سمايلينج بتضحك بتبتسم شي اسكت ديد يو فايند ذا وادي اوف جازينز لقيت وادي الغزلان اللي بدور عليه نو اي ديدنت بات اي فاوند ا لوت اوف اذر بليسز بس لقيت اماكن تانية يا ماما كتيره جدا ديد يو لايك ذم عجبتك الاماكن دي ولا لا ده مين اللي بيسال هنا ماذر برافو نوت اول اوف ذم مش كلهم ذا مانجروف وير تو سولتي عد بقى يا سيدي المانجروف مالح ذا بيتش واز تو ساندي يعني ايه ساندي ها مليء بالرمال ها ذا ماونتينز وير تو ستيف اند ذير ويرنت ميني اكاجا تريز مفيش فيها الاماكن ده فيش ولا مكان لقيت فيه الاكاجا ايه تريز ولا الدفن Well, we have a lot of. بتقول له مامته بترد اهو بتقول له Well, حسنا عندنا هنا كتير من الاكاجا ايه؟ تريز. And the desert is perfect for us. الصحراء ممتازه للغزلان عشان يعرفوا ايه اولاد؟ Run. صح؟ And ايه؟ Run. Yes, said جوبالي قال طبعا يا ماما you were right كان عندك حق. وادي الجمال is the perfect place for gazelles. ده احسن مكان للغزلان. I'm so happy that you agree. She smiled. قالت لها فرحانة جدا انك ايه وافقت على هذا الايه الكلام. ده بقى كتابنا الجميل عامل لنا سامري كده ملخص بسيط لايه للقصة بتاعتنا. كتابنا اكسلنس بوك حضرتك في نقط بسيطة خالص كده يا اولاد. وبعدين جايب اسئلة الكتاب بتاع المدرسة ونجاوبها كلها يلا مع بعض كده نفتح ونشوف كل جهاز كتابه وعينه معايا. أول واحدة ها جوبالي ثوت ذا مانجروف وير ايه؟ فين تو سولت؟ اهي تو ايه؟ سولت تمام جوبالي ثوت ذا بيتش وير فور جازيلز البيتش ها ماله؟ برافو تو سوفت برافو سولت ذا ماونتين وير فور جازيلز الماونتين كان فين ايه بقى؟ تو ستيب برافو يعني ايه تو ستيب؟ ها منحدرة جدا جبال سود ذا ليك ووز الليك كانت عباره ايه ولا بقى سلطي ولا بيرفكت ولا ستيب ولا دينجرس دينجرس كان فات التمساح اللي كان هياكل مين جبال ثوت ذا وادي ووز فور جازيلز اه قال بقى في الاخر ان الوادي ده يا اولاد هو ايه بالنسبه للحيوانات بيرفكت يعني ايه مناسب او لائق لهذه الايه الحيوانات سؤال التوصيل كتابنا المميز اكسلنس عامله لنا جميل جدا ونجاوب على طول اهو كروكودايل ها داجون جازيلز ايبكس تيرتل ها مين ليفز ان راس هانت وراب ها تيرتل ليفز ان ها مانجروف فورست كان مين يا ولاد برافو الداجون مين ليفز ان ليك ناصر لا هناك تمساح اللي كان عامل زي الديد ايه تري ليفز ان جبل علبه كان اسمه ايه نوبيان ايبكس برافو ليفز ان وادي الجمال ها الجازيل تمام نفس الكلام اهو بيرفكت تو دينجرس تو سولتي تو ستيب تو سوفت مانجروف فورست از تو سولتي كملوا انتوا بقى معايا كده اهو اهو راس هانكراب بيتش از ها اهو سوفت برافو جبل عامل ايفري ايه او تو ايه ستيب برافو يا اولاد طب ليك نوصل اللي كان فيها التمساح ووز ايه دينجرس تمام وادي الجمال از ايه يا اولاد بقى بيرفكت تو ليف فور مين جازيلز يلا زي نفس الكلام اهو You can't drink that water. مين قال لك الشمالة دي؟ الدغن برافو. You were right. كلامك عند حق جبال قال لمين؟ قال للمامته كان عندك حق يا ماما. بليز دونت ووك هير ما تمشيش هنا. مين اللي قال له كده؟ سؤال احفادك خايفة على ايه؟ على هير. ايه؟ اتس اكس برافو. I'm so happy that you agree. انا فرحان انك وافقت. مين؟ سميرة برافو. ها؟ سيب. Delicious gazelles and I am hungry. الغزال اللذيذ وانا جعان مين كان عايز ياكله كروكودايل برافو اي كان سي ا فيري بيج ليك تو ذا ويست انا شايف بحيره كده على الايه على الغرب ده مين اللي قال كده جبال نفسه كان تمام تمام مع بعض يلا حبايبي اسك اند اسك كويشن ويز ها بارتنر نسال برضه على بعض وكتابنا الجميل برضه من جاب لنا اجابات اهو وات ديد جوباري ذا جازيل ليرن فروم هيز ماذر اتعلم مامته يا اولاد ها which animals were dangerous ها how to stay away from predators الحيوانات الايه المفترسه ها he learned to run away quickly from them اتعلم يجري منهم ايه بسرعه ويهرب كمان منهم
السؤال الثاني، وات داز وادي الجمال مين ان انجلش؟ وادي الجبال معناه ايه بالانجليزي؟ ايوه وادي فور كامل ده معناه ايه؟ لكن مين اللي عايش فيه؟ الجزيرز. برافو. وات دو جوبالي اند هيز ماذر ايت؟ بياكلوا ايه في الصحراء؟ ها دافودلز اند سيدز اوف اكاجا ايه؟ تريز. وات دو جوبالي اند هيز ماذر درينك؟ اه بيشربوا ايه بقى؟ ليفز الاوراق بتاعت الاكاجا تري اند ليفز اوف ايه؟ اكاجا جيفز زيم ها ووتر الورق بتاع الشجر ده هو اللي بيديهم الايه؟ الميه. هاو دو جازيلز هيلب ذا اكاجا تري؟ ازاي الغزلان تقدر تساعد شجره الاكاجا تري؟ صنت ازاي؟ ايت ذا سيدز الغزال بياكل ايه؟ البذور. ياخد البذور دي لمكان ايه؟ اخر زيم تو نيو بليس ها زين مور اكاجا تريز جرو يطلع لنا اشجار ايه؟ اكبر. واي داز جوباري ليف ذا وادي؟ ليه ساب الوادي يا اولاد بقى؟ تو سيرش فور وادي ايه؟ الجزيرز عشان ندور على وادي الايه؟ الغزلان. واتس ذا مورال ان ذا ستوري؟ سؤال مهم جدا جدا وعايز حبايبي يركزوا فيه ويشوفوا اجابته وكل واحد يحط اللي جواه. الاجابه اللي عنده. مورال يعني الهدف، ايه الهدف او الدرس اللي اتعلمته من هذه القصه يا اولاد؟ اهو. انيمالز نيد زير نذرز مور ذان اني ثينج ايلس. الحيوانات بتحتاج لمامتهم اكتر من اي حاجه ايه؟ ثانيه عشان هي اللي هتعلمه وتخاف عليه وتحميه. ونفس الاطفال برضه هيشتغل على مامته. Animals are happiest in the ecosystem they are born in. الحيوان بيعيش بسعاده وفرحه بتاعته دي على طبيعته في النظام البيئي او في الموطن اللي هو اتولد ايه؟ فيه. تمام. Animals can live in many different kinds of ecosystem. الحيوانات بتعيش في انظمه او في اماكن مختلفه من البيئات الايه؟ المختلفه. السؤال الثاني which is your favorite place in the story؟ بالنسبه لك انت وهي، انت وهي ايه افضل مكان بالنسبه لك وليه؟ كل واحد يختار ويقول لي. طيب حد قال لي ايه بقى؟ از وادي الايه؟ الجمال. بيكوز ات از ا بيرفكت بليس فور مور انيمالز عشان بيعيش فيه حيوانات ايه؟ كتير. Which is your favorite animal in the story and why؟ خلاص كده؟ ها؟ مين الحيوان اللي حبيته بقى هنا؟ اني انسر اي اجابه تقول ايه عليه. Did you like the story? Why or why not? هل انت حبيت القصة؟ ليه وليه لا؟ قال له very much because جوباري ذا جازيل thought that every animal ها every animal اهو which is in their names or he searched for وادي الايه؟ الجازيلز. عارفين كده يا اولاد؟ ها حبيتها ليه القصة ليه؟ قال له حبيناها جدا جوباري ذا جازيل thought that every animal has a home كل حيوان ليه بيت بتاعه which is their names مش هتكون باسمه الا هو كان بيدور على وادي الايه؟ الغزلان مش عاجبه وادي الايه؟ الجمال. بكده حبايبي نكون خلصنا مراجعه القصه الثانيه اللي هي اسمها جوباري سيرش فور هوم موجود عندكم في كتاب كونكت بلس بعد يونت 4 خدناها من كتابنا المميز كتاب اكسلانس. يا رب تكونوا استفدتوا معانا وقدرنا نغطي لكم كل القصه ان شاء الله باذن الله تعالى. انتظرونا في حلقة قادمة لشرح الوحدات كل واحدة على حدة ان شاء الله في الترم التاني بإذن الله تعالى لكل واحدة لوحدها. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتنا وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك للصفحة جنب الصفحة. كان معكم مستر سلام عبد الفتاح خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.